ينطلق الإنسان في حركته في الوجود من خلال علاقتين، علاقة مع السماء وعلاقة مع الأرض. ينطلق ببعديه المادي البشري والروحي المعنوي، حيث أن هذا الإنسان مركب من هذين البعدين، البعد البشري المادي والبعد الروحي المجرد. فإذا أنت أمام علاقتين كذلك، علاقة مع الأرض والمادة ببعدك المادي البشري، تتصل بهذا العالم، بهذه المادة، هذا الكون من خلال هذا البدن، من خلال هذا البشر، هذه الجوارح من عين وأذن وغير ذلك، وتتصل بالسماء من خلال بعدك الروحي. فأنت عندما تتصل بأخيك المؤمن أو بأي شيء في الأرض، إنما تتصل من خلال هذه الجوارح البدنية. وعندما تريد أن تتصل بالسماء فيكون هذا الجسد مجرد وسيلة، والذي يتصل بالسماء وما وراء المادة هو تلك الروح وليست هذا البدن. هذا البدن إنما هو خادم، إنما هو واسطة آلية من خلال خدمة هذه الروح في اتصالك مع ذاك العالم، حيث لا ينسجم مع هذا العالم إلا هذا البعد، ولا ينسجم مع ذاك العالم إلا ذاك البعد. ولذلك لكل عبادة وهي عملية الاتصال بعالم الملكوت وعملية الاتصال بعالم ما وراء المادة، من خلال عباداتك وطقوسك العبادية، إنما لها صورتين، لها صورتان. هذه الصورة الخارجية البدنية من ركوع وسجود وصوم وحج وطواف وغير ذلك من الممارسات البدنية المادية الظاهرية المرئية، ولكن في هذه العبادة يجب أن تكون الروح كذلك حاضرة، بل هي الروح هي الهدف من هذه الحركة والممارسة، ليست هذه الآلة البدنية. لكل عبادة صورتين، صورة مادية نطالعها احنا لما نشوف انسان راكع ساجد نقول هذا انسان قاعد يصلي، لكن لما تقترب من وينكشف لك الواقع ترى بأن روحه قد هامت إلى ملذات الدنيا وإلى حسابات الدنيا وإلى مظاهر وإلى ارتباطات وإلى علاقات الدنيا والأرض، فابتعدت كثيرا عن هدفها وابتعدت كثيرا عن علاقتها. فترى هذا الإنسان يعيش طويلا، يعيش سنين وهو يصلي. كم سنة وإحنا نصلي؟ 20 و40 و50، لكن لا نرى أي تغير في سلوكنا الخارجي. لما؟ لأنها لم تكن ببعديها البدني والروحي، بل كانت ببعدها البدني المادي. ولذلك سوف يبقى هذا الإنسان في ممارساته وأخلاقه وعلاقاته في الدنيا في هذا الإطار المصلحي، وفي هذا الإطار الذاتي، وفي هذا الإطار الأناني، لأنها لم تنتقل، لأنها لم ترتبط، لأنها لم تقوي، لم تصلح العلاقة مع السماء، لم تصلح العلاقة بما وراء هذه المادة، فلا تنظر أكثر من هذا المستوى، فلا تعي أكثر من هذا الواقع، فلا تدرك أبعد من ذلك
البعد البشري المادي الدنيوي فقط، فلا ترى إلا مصالحها، ولا ترى إلا نفسها، ولا ترى إلا إياها فقط. هذا أمر خطير ومرض عضال، كلما استفحل في الإنسان وبقي الإنسان في غفلة سنين بعد سنين، يرمض عيونه، يفتح عيونه، يقول ما شاء الله وصل عمري 40، بالأمس كنا في 20، إيه صحيح بالأمس كنا بالمدرسة معا، واليوم تقاعدنا عن العمل. يتفاجأ الإنسان، طيب ماذا فعلت بك العبادة؟ هل اتصلت بالسماء؟ هل أحييت؟ هل صححت؟ هل كانت عندك فعلا علاقتين مع الأرض ومع السماء؟ أم لا، كانت عندك علاقة واحدة فقط وهي مع الأرض؟ فلنسأل أنفسنا. هذه محطات، شهر رمضان محطة من محطات التعبئة، محطة من محطات السلوك، محطة من محطات الاتصال، وهي من أهم المحطات، حيث أنك تكون في ضيافة الله سبحانه وتعالى، فأنت في ضيافة السماء، في ضيافة البعد الروحي، في ضيافة ذلك المنبع، منبع الفيض ومصدر الوجود، أنت متصل مباشرة فيه. فكان الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر قد وفر لك أسباب الاتصال وسهل أسباب الاتصال بذاك العالم، وفرها إليك بكل تفاصيلها، بأسهل ما يمكن أن تتصور، حتى صار نومكم فيه عبادة، أنفاسكم فيه تسبيح. لا يتحصل هذا في غير هذا الشهر الكريم، في هذه من هذه البركات ومن هذه الرحمة الواسعة العظيمة التي أنعم الله بها علينا. فهل أحسننا؟ فهل استثمرنا؟ فهل اقتربنا؟ فهل خرجنا من هذا البعد، من هذا السجن؟ استطعنا أن ننتزع هذه الروح وأن نفصلها شوية عن هذا العالم لتلتقي بذاك العالم، حتى تشعر بلذة العبادة وتشعر بلذة هذه الطقوس التي نقوم بها في كل يوم في كل عام. الإنسان الذي لا يشعر بهذه اللذة فليعيد حساباته بهذه العلاقة من جديد، ولا يقول أنه فاتني، لا أبدا، في كل يوم أنت عندك ضيافة، وفي كل يوم عندك علاقة مع الله، 5 صلوات في كل يوم عندك. ومن خلال هذا البعد المادي وعلاقتك مع الدنيا، أيضا تصل من خلال هذه العلاقة لتصحيح تلك العلاقة. أصلح علاقتك مع الله، تصلح كل علاقاتك في الأرض، قوي علاقتك مع السماء، لا تخف من علاقات الأرض، وثق علاقتك مع الله ومنبع الفيض ومنبع الوجود ومصدر هذا الوجود، لا تخف من شيء أبدا في هذا الوجود الداني. ولذلك يقولون الولي الولاية، يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين، شوف هذا التفسير السريع، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الصفة، هذه الولاية، ماذا تعني الولاية؟ وأبحث عن تفسيرها، جميل جدا. يقولون هذه الولاية التي هي إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله بإذن الله، وإلى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، إشارة إلى أمير المؤمنين، ومن هو في مقام أمير المؤمنين، ومن هو في سلوك وانتمائه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه بولايته يتصرف في هذا الوجود. الولاية يعني شنو؟ التصرف في وجود، في الوجود المادي، هو القدرة على التصرف في هذا
عالم، القدرة على التصرف في عالم الخلق هي الولاية، هو الولي. أنت ولي من أولياء الله، يعني متصرف في عالم الخلق من قبل عالم الملكوت، من قبل عالم الأمر، عالم الأمر الذي يقول للشيء كن، إنما أمره، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيحيي الموتى ويخلق من العدم. وهذه الولاية تنتقل إلى من؟ إلى الرسول وإلى المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. هذه الولاية تنتقل، ولذلك ماذا يقول الرسول؟ يقول هذا الرسول الذي قال بلسانه، يقول إني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. شنو يصير؟ مو بس هذا، أبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى. هذا تصرف في عالم الخلق، هذا التصرف هو الولاية. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبيعي هذا المقدار وهذا المستوى، لا خوف عليه ولا هم يحزنون. نحن مدرسة الولاية، مدرسة هذا الانتماء العظيم والتراث العظيم. كيف هي علاقتنا مع الله ومع عالم الأمر؟ إذا قويت وحسنت وأصلحت علاقتك مع عالم الأمر والملكوت والجبروت وما وراء هذه المادة، كلما قوت أو قويت وثبتت هذه العلاقة، كلما صلحت وثبتت هذه العلاقة التي هي أدنى بكثير والتي هي سبب من تلك، من ذاك الوجود. هذا الوجود هو شيء من ذاك الوجود العظيم. نسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن عبده فعرفه فبصر وكمل. هذا هو الهدف من العبادة، واعبد ربك حتى يأتيك أن تتكامل، أن تصل، أن تقترب من الله سبحانه وتعالى. أعاده الله عليكم في خير وعافية، وثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين خليل، وأن يجعلنا ممن اقتدى بهم حق الاقتداء، وأن نحفظ هذا التراث، وأن نحفظ هذا الميراث، وأن نحفظ هذا الانتماء، هذا الانتماء الذي علمنا وصدر إلينا الأخلاق العظيمة والعبادة العظيمة. وكل شيء في الدنيا يسمى بالفضيلة لم نتعلمه إلا من علي، من محمد وآله محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى عبادته وإلى الخوف منه، حتى نصل إلى ما خلقنا من أجله وهو الكمال والمعرفة. أستغفر الله لي ولكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا